هاي بنات، معكم ميمي من قناة إسوارة. رح وريكم اليوم طريقة كتير حلوة عشان تخلوا قنينة زجاجية متوهجة في الظلام أو مضيئة في الظلام. فأول شيء رح نحتاج لقنينة زجاجية، رح نحتاج لجليتر ومقص وأنابيب بلاستيكية، هذه تسمى بالجلوستيك، رح تلاقوها في الكرافت ستور. فأول خطوة رح نعمل اكتيفيشن للأنابيب البلاستيكية عشان تعطينا يعني لون كما هو يعني موضح بالفيديو. فلازم يعني نكسرها شوي ونحركها شوي. أنا هنا عملت هذه الفقرة في الظلام عشان بس أوريكم يعني لازم تحصلوا على هذه النتيجة بالضبط. فبعدين لما تحركوها منيح لازم تقطعوا الأنابيب عشان نخرج المادة أو السائل اللي موجود بداخل هذه الأنابيب ونحطه في القنينة الزجاجية. بس حابة أحذركم إنه هذه المادة خطيرة، فما لازم تحطوها بفمكم أو المناطق الحساسة أو العيون، فلازم تنتبهوا مليح، فهي للتسلية فقط. فرح تحطوا الألوان اللي تعجبكم، أنا هنا حطيت اللون الوردي والأخضر. فلما تحصلوا على هذا الشكل رح نضيف جليتر، ممكن يعني تحطوا ملعقة من الجليتر أو أكثر. بعدين رح نسكر القنينة ولازم تحركوها منيح، يعني تحركوها منيح منيح منيح. فلما تحركوها وتخلصوا من هذه الخطوة فلازم تحطوها بالظلام عشان تعطوكم الألوان، يعني عشان يعطيكم التوهج في الظلام. فهذه النتيجة النهائية كتير كتير حلوة، حبيتها كتير. فلازم تحطوها في الظلام عشان تعطوكم هذا الشكل. القنينة الأخرى استعملت فيها اللون الأورنج والأصفر، فأنا صورت كل هذه الأشياء بالظلام، فكما قلت فهي للتسلية فقط. فإذا عجبكم الفيديو بليز ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. باي.